بسم الله الرحمن الرحيم. من هذا المكان ما زالت مؤسسة وصلات تواصل دعمها وإسنادها العاجل إلى أهالي قطاع غزة المستضعفين الذين يمرون بأوضاع صعبة ومأساوية. الآن في هذا المكان يتم إعداد المئات من الوجبات الساخنة من الرز والدجاج للأسر النازحة وللآلاف من الأسر التي تشردت في منطقة مواصي خان يونس. هذه المنطقة التي تشهد عمليات ظالمة وغاشمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ما زالت مؤسسة وصلات تواصل في تقديم الإغاثة العاجلة وتواصل في دعمها وإسنادها. بارك الله في من يساهم ويساعد ويدخل الفرح والسرور إلى قلوب النازحين والمشردين ويساندهم في ظل الأوضاع الأليمة التي يمرون بها. بارك الله فيكم، جزاكم الله عنا وعن شعب غزة خيرا جزيلا.